يعني أعتقد أن توقيت القمة يأتي في وقت بالغ الأهمية، وأعتقد أنه ليس توقيتا اعتباطيا أو ليس توقيتا بالمصادفة، لأنه يأتي في قمة الاستفزازات التركية في المنطقة. يعني أعتقد أن الاستفزازات التركية لجيرانها وعبثها بأمن واستقرار المنطقة، أعتقد أنه وصل إلى ذروة غير مسبوقة، وذلك بأعمال التنقيب غير المشروعة عن الغاز في شرق المتوسط، وزعزعتها لأمن واستقرار أكثر من دولة في المنطقة، لا تحديدا ليبيا وسوريا وكثيرا من دول المنطقة التي تشهد يعني أحداثا كثيرة بسبب التدخل التركي غير المشروع. وبالتالي أعتقد أن الرسالة يعني بغض النظر حتى عن مضمون وفحوى المحادثات، أعتقد أن توقيت انعقادها يبعث برسالة مهمة أن هناك حائط صد ثلاثي ضد الأطماع التركية وضد الممارسات التركية غير القانونية، سواء عبثها بأمن واستقرار جيرانها أو عبثها بثروات جيرانها أو مسها بسيادة جيرانها أو عبثها بأمن واستقرار كثير من دول المنطقة. وبالتالي أعتقد أن الرسالة حملت بالإضافة لمضمون التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، حملت رسالة إلى هذا الطرف الذي يشكل أو تشكل ممارساته واستمرار ممارساته تهديدا ليس فقط لأمن المنطقة ولكن لأمن واستقرار العالم. وبالتالي أعتقد أن هذا التجمع الثلاثي لم يحمل فقط وجهة نظر مصر أو اليونان أو قبرص، ولكنه كان هناك تأييد ضمني أو ربما حمل يعني وجهة نظر كبيرة لي سواء الاتحاد الأوروبي ولكثير من الدول العالم. نسمع من دكتور سمير صالح إذا ما سمعت.